في خوف لان انا عندي القماشه. طيب احنا بناخد مع حضراتكم وصول فريق النادي الاهلي الى مقر بعثه الاقامه والتسكين الخاص بالكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفريق الاول، الكابتن سيد والنجوم كلهم، كل واحد بياخد الكارت الخاص ب الاوضه بيه، وكل اثنين مع بعض اكيد في اوضه. علي معلول، صالح جمعه، جيرالد، وكابتن طارق سليمان، الكابتن سامي قمصان، يعني اكيد كابتن حشيش، كابتن ابراهيم، كابتن عادل. يعني التركيز واضح على وجوه لاعبي النادي الاهلي، واضح ان هم يعني حتى بالرغم من ان في تاريخ نادي يطلع بره مش تاريخ كبير قوي، لكن واضح ان التركيز موجود على وش كل اللاعبين النادي الاهلي. كابتن لا ابراهيم، احنا زي ما اتفقنا ما فيش رفاهيه في النتائج ولا في الاداء دلوقتي. انت بتبتدي الموسم انت بتبص للبطوله، ودي الضريبه بتاعت النادي البطل. النادي البطل ده بيبص للبطوله النهائيه، ما بيبصش الماتش ده، وبالتالي لازم يؤدي المباراه، كل المباريات سواء التمهيديه او في اي ادوار لازم يؤديها بنفس القوه وبنفس الاداء الجيد. استكمالا لكلام الكابتن عادل وكلامك، بحس بيدي الفرصه سواء احمد فتحي، محمد هاني، اكيد حضرتك عايز تعلق عليها. عايز اعلق عليها لان اولا دي الخبرات بتاعه المدير الفني، لازم يعيش اللعيبه كلها جوه الملعب، جوه الماتشات، وبالتالي كل الناس بتأدي تدريباتها بمنتهى الجدية، لأنه عارف أنه في وقت هينزل بيأدي، ولو ما أداش كويس هيبقى مكانه خلاص واحد تاني جاي وراه. وبالتالي التنافس الشريف اللي بين اللعيبة ده هو اللي بيخلق الروح اللي جوه النادي الأهلي دي. فيبقى كل اللعيبة مستنيه الفرصه انها تاخدها انها تنزل، وبالتالي حته التنافس الشريف اللي بين اللعيبه دي موجوده، ودي الخبرات اللي موجوده عند المدير الفني بتاع النادي الاهلي، انه بيدي مره محمد هاني، بيدي مره احمد، بيدي مره علي معلول، بيدي مره الباك البديل، بيدي مره يعني في كل المراكز بيدي ده وبيدي ده على حسب الاحتياجات بتاعته من الماتش. يعني كابتن حشيش، في اسم في القايمة عايز أقف عند حضرتك معاه وآخد رأي حضرتك الفني، إيه اللي اختلف في أحمد الشيخ الموسم الماضي عن الموسم الحالي عشان يقرر المدير الفني إن هو يضمه للقايمة الأفريقية؟ أنا بس هعلق برضو على لأن يعني في نقطة معينة مش أحرم حضرتك، فعلا ما تتسابش، فعلا ما تتسابش. روح الفانيلا الحمراء وقوة أداء النادي الأهلي، ودايما الناس بتقول النادي الاهلي بيلعب لغايه الدقيقه 90 وفي ناس بتموت نفسها في الملعب، دي ناتجه كابتن عادل كابتن ابراهيم، انا في اعتقادي يعني ان ما حدش بيلعب سهل في النادي الاهلي. يعني اللعيب بيفضل يحارب ويبقى هيتجنن عشان بس يحط رجله في الملعب، بيطلع يلاقي لعيب اساسي ولعيب كبير ونجم ومنتخب مصر، فعشان ياخد الفرصه بتبقى صعبه جدا جدا. عشان كده لما بياخد الفرصه بيموت نفسه، وهو حاسس ان هو لو قصر ولا ما